امرأة فولاذية جمعت بين العلم والثقافة، القوة والإصرار، العزم والطموح. أخذت من ضياء خلقها طريقا ومن علمها عقلا. تتشكل الأزمان في أدوارها، تارة دكتورة تشفي الأنفس، ثم شخصية قوية تدافع عن الحق، إلى أن أصبحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري. نعم، إنها المرأة الحديدية التي لا تكل ولا تمل. إنها المرأة الجزائرية ابتسام حملاوي. هي شخصية من أبرز الشخصيات الفاعلة في المجتمع الجزائري. هي طبيبة مختصة في جراحة القلب. إرادتها وشخصيتها القوية جعلتها تؤثر بشكل كبير على المجتمع، لتشق الطريق وتصبح مدافعة عن حقوق الإنسان. غير ذلك، أصبحت تنافس الرجل وتضاهيه في أعماله لتكتسع المجال وتترك بصمة لا يزال أثرها حتى الآن. بادرت في العديد من الأعمال كإنشاء لجنة مختصة في إدارة الكوارث يترأسها الهلال الأحمر الجزائري، الذي يعد الذرع الخيري لدولة الجزائر. مقدامة هي الأولى، تجدها في الشدائد. كانت الأولى دائما في إرسال المساعدة إلى تركيا خلال زلزال عنيف، حيث استقبلت عدة سفراء من دول أخرى، على رأسهم سفير المملكة العربية السعودية، من أجل التعاون والتضامن على تطوير العمل الخيري للهلال الأحمر الجزائري. المرأة الخلقة التي لا تنام إلا وأن تجدها مدت يد العون للجميع، حتى المتضررين من الحرائق، حيث تكفلت بعملية تمويل إنجاز السكنات في إطار التعاون والتضامن مع الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية. مبادرتها لفعل الخير جعلتها تقوم بذبح الأضاحي في عيد الأضحى وتوزيعها على المتضررين من الفيضانات الأخيرة. حتى في الدخول المدرسي لم تنسى براءة الطفولة، لتجدها تجوب كل ولايات الوطن من أجل إدخال البسمة والسرور على وجوههم. كل هذه الأعمال جعلتها تكرم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتلقى الثناء من طرف ممثل الاتحاد الدولي على دورها الفعال وتأثيرها الإيجابي في المجتمع. هي المرأة التي أثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في المجتمع. فحضورها اللافت في مختلف جوانب الحياة وإصرارها على الوقوف بجانب الرجل ومساندتها له دليل على كونها عنصرا أساسيا في إحداث عملية التغيير في المجتمع. عظيمة هي المرأة، سواء أكانت ربة منزل أو سيدة عاملة، عظيمة بكونها امرأة فقط.